في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المسألة الأخرى يقول المؤلف: وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان. إذا لاعن الرجل امرأته فهل ينتفي الولد بمجرد اللعان أم لا بد من أن يذكره؟ الراجح والله أعلم أنه لا ينتفي الولد إلا أن يذكره في اللعان، وإذا لم يذكره فإن الولد يكون ولده. لماذا؟ لأن المرأة قد تزني والعياذ بالله، ولكن الحمل من زوجها الأول، أليس كذلك؟ فدل ذلك على أن مجرد الزنا لا يلزم منه الحمل، ولكنه إن نفاه فإنه ينتفي الولد بمجرد اللعان والانتفاء، فإذا لم ينتفي فلا بد أن يكون ولدا له والله أعلم. ثم قال المؤلف: كتاب العدة والاستبراء. العدة معناه تربص محدود. من الذي حده؟ الشارع. تربص محدود شرعا بسبب فرقة نكاح وما ألحق به، هذا مذهب الحنابلة، بسبب فرقة نكاح وما ألحق به. فرقة نكاح ثابت، أليس كذلك؟ أما وما ألحق به قالوا كالموطوءة بشبهة، فإن الحنابلة يرون أن الموطوءة بشبهة تعتد كما تعتد المفارقة. والقول الثاني أن الموطوءة بشبهة تستبرئ بحيضة، لأن الطلاق والعدة إنما هي في طلاق ونكاح صحيح، وهذا هو الراجح والله أعلم، واختيار بن سعدي رحمه الله. العدة تثبت في حق من مات عنها زوجها أو من طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات، فإنها تعتد، وكذلك تعتد إذا طلقها زوجها طلقة أو طلقتين والله أعلم. قال المؤلف: فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال، يعني أن المرأة إذا مات عنها زوجها فإنها تعتد 4 أشهر و10 إن كانت حائلة، يعني ليست بحامل، وإن كانت حامل فإنها تعتد بوضع الحمل. هذا قول عامة السلف والخلف، خلافا لما روي عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب أنها تعتد بأطول الأجلين، والصحيح أنها تعتد بالحمل ولو لحظة. فلو أنها حامل وقيل لها مات زوجك فصرخت وطاع وسقط جنينها فإنها تكون تتزوج بنفس المجلس. قال الزهري: ولا أرى بأسا أن تتزوج ولو كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها، يعني الثاني، حتى تطهر، وهذا من رحمة الله وتخفيفه بعباده. قال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ثم قال المؤلف: وإن لم تكن حاملة فعدتها 4 أشهر و10
وعشرة أيام، كما قال تعالى: والذين يتوفون منكم، ما هي؟ فعدتهن أربعة أشهر وعشرة. طيب كيف تحسب أربعة أشهر وعشرة؟ الأشهر تحسب أشهر قمرية، سواء كان الشهر 30 أو الشهر 29 فإنه يكون شهرا. لكن إن مات زوجها في وسط الشهر نقول تعتد في هذا بثلاثين يوم، والذي بعده بشهر. فلو أن زوجها مات يوم 14 فإنها إيش؟ تجلس إلى نهاية هذا الشهر. كم جلست الشهر؟ إن كان 35 كم جلست؟ تصير 16. وإن كان الشهر 29 صارت كم جلست؟ 15. احسب. ثم شهر كامل برؤية هلالها اللي بعده، ثم شهر ثاني كامل برؤية هلال بعده، ثم شهر ثالث برؤية هلال بعده، ثم كم؟ 25 يوم. هكذا العدة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب، ثم قال المؤلف: ويلزم في مدة هذه العدة أن تحد المرأة. المرأة المعتدة إما أن تعتد من طلاق أو أن تعتد من وفاة، فإن اعتدت من طلاق فلها أن تتجمل. الحداد والإحداد إنما هو لأجل وفاة زوج، وأما غير الزوج فلا يجوز أن تحد أكثر من ثلاثة أيام. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أربعة أشهر وعشرة، أو أن تعد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، كما في الحديث المتفق عليه. فعلى هذا فالأم إذا مات ابنها ما يجوز لها أن تحد وتقول حرام علي الزينة ولا تلبس، أو الأخت مع أخيها، أو الإنسان البنت مع أبيها، لا يجوز. ولهذا كانت أم سلمة حينما مات لها قريب فهي تبكي، فلما مضى ثلاثة أيام دعت بطيب ثم قالت: أما إني ليس بطيبي من حاجة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. هذا من الفقه رضي الله عنهن. طيب، الإحداد هو تجنب المرأة الزينة وما يدعوها إلى نكاحها فتمنع، إلا إذا شق ذلك عليها. تأمل معي، إذا شق ذلك عليها. ومعنى تجنب، فتتجنب كل ما تتزين به، فتتجنب الحنة، وتتجنب الحلي، وتتجنب الثياب التي يقصد بها الزينة، الألوان التي يقصد بها السهرات، فهذا تمنع منه. أما الذي يسمونه العامة الجلابية ولا القميص، فهذا ولو كان ملونا لا بأس، لقوله: إلا ثوب عصب، يعني ثوبا ملون من أصل نسجه أو من وقت نسجه، فهذا لا بأس. أقول أيها الإخوة في مسألة الإحداد، فإن المرأة ممنوعة أن تلبس أي شيء يمكن أن تخطب لأجله، وعلى هذا فيحرم عليها أن تلبس أو أن تسرح شعرها تسريحا تتجمل به، أو أن تلبس حلي أو حنة في شعرها أو في يديها، أو أن تتطيب وغير ذلك. وهل لها؟ بعض النساء أحيانا يكون عندها خاتم ويصعب نزعه، أليس كذلك؟ فإذا صعب نزعه وصعب إلا بقطعه، فإن إن قطعته فهذا حسن، وإلا لا يلزمها ذلك، لأن ذلك فيه مضرة، خاصة أنها ربما تضطر إلى أن تذهب إلى الرجال
والله أعلم. من المسائل أيضا العدسات، إذا كانت المرأة وضعت العدسات فإن كانت للزينة فيحرم عليها لبسه، وإن كانت ليست للزينة وإنما للنظر فكانت جميلة فالأولى أن تلبس عدسات ليست للزينة، فإن شق ذلك عليها فإنها تلبسها حتى تجد ما ليس بزينة. إذا ثبت هذا فإن المرأة أيضا المعتدة يجب عليها أن تعتد في بيت زوجها الذي جاء فيه نعيه، جاءها فيه نعيه، ما أمكن إلى ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم في قصة فريعة بنت مالك: اعتدي أو امكثي في بيت زوجك، أو امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، وفي رواية: امكثي في البيت الذي جاءك فيه نعيه. وهذا الحديث إسناده لا بأس، بل قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعلى هذا فتبقى، ولا يجوز لها أن تخرج إلى أبيها، بيت أبيها، إلا إذا كان البيت أجار ورفض الورثة أن يعطوها من إيش؟ من الورث، فإنها إذا عجزت تنتقل، أو خافت بنت صغيرة بكر ولا يوجد أحد يعينها على البقاء فإنها تعتد في بيت أبيها أو أمها. فإن كانت تقول: أنا في النهار أخاف وحدي، أما في الليل أقفل علي ونام، نقول: لا حرج أن تذهبي في النهار إلى بيت أحد أقربائك، فإذا كان في الليل فتنامين في أو تبيتين في البيت الذي جاءك فيه نعيه. لأن النسائي روى أن النساء سألن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بقائهن في البيت وهن خائفات، فقال: اجتمعنا، فإذا كان البيات فلترجع كل امرأة إلى بيتها، والله أعلم. وإذا اضطرت المرأة إلى أن تخرج مع أهلها إلى الاستراحة في النهار وكان في ذلك زيارة قرابة فلا حرج في النهار، إذا أظلم الليل ترجع، لأن هذا من البيتوتة، فترجع إلى بيت زوجها. فإذا كان فيه مناسبة فيها أفراح في أطياب فلا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهو ترك الطيب، والله أعلم. طيب، المؤلف رحمه الله ذكر في مسألة المفارقة أو المفارقة في الموت والثاني بسبب أو في حال الحياة، قال: فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها. الرجل إذا تزوج المرأة وعقد بها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فإن العلماء أجمعوا على أنه لا عدة لها، لقوله تعالى: يا أيها النبي إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فليس لها عدة، لأن العدة إنما قصد بها أمران: حق الزوج وإبراءة الرحم. وحق الزوج هو الذي خفره بسبب أنه طلقها، وبراءة الرحم معلومة لأنه لم يطأها. إيش حق الزوج؟ يقول العلماء: حق الزوج لأجل أن العقد فيه للزوج حق على امرأته، فإذا طلقها وقت الدخول فربما يكون سبب طلاقها أن هي التي سببت ذلك، فربما كان ذلك تريد أن تتزوج زوجا آخر، فحق الزوج عليها أن تتربص ثلاثة. طيب، وإن كان قد دخل بها، وقد مر معك ما معنى الدخول، من يجاوب؟ لا، الراجح، ها؟ لا، الراجح، ها؟ إيه؟ وشي؟ أمكن معها الاستمتاع، أحسنت، كل خلوة، وهو إرخاء الستور وإقفال الأبواب مع إمكانية أن يستمتع بها، مع إمكانية أن يستمتع بها، هذا هو الأقرب. أما أحمد، الإمام أحمد رحمه الله، فإنه قال: إن
إن قبل الرجل امرأته ولو أمام الناس فإن لها المهر كاملة خلاف الأئمة الثلاثة. طيب، يقول المؤلف: وإن دخل بها أو خلا بها، ومعنى الدخول هو الوط والخلوة ولو لم يحصل فيها وط، فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها، قصرت المدة أم طالت. هذا قول عامة العلم خلافا لعلي ابن أبي طالب وابن عباس أنهما قال تعتد بأطول الأجلين، والصحيح هو الآية: وإن كنا أولاة حمل فأجلهن أن يضعن حملهن. وإن لم تكن حاملا، وهي ما يسميها العلماء والشارع الحائل، فإن كانت تحيض، فعدتها ثلاث حيض. الأقرب أن القر هو ثلاث أحياض أو ثلاث حيض، خلافا لأبي حنيفة وروي عن علي وابن مسعود، والأقرب هو الحيض وليس الطهر، والله أعلم. يقول المؤلف: لقول تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسن ثلاثة قروء. يقول: وإن لم تكن تحيض كالصغيرة والآيسة ومن نحى نحوهما فعدتها ثلاثة أشهر. ثلاثة أشهر أقيم الشهر مقام الحيض، لأن الحيض كل شهر في العادة، فكذلك ثلاثة أشهر، لقول تعالى: واللائي لم يحضن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. إذن اليائسة والتي لم تحيض عدتهما ثلاثة أشهر. يقول المؤلف: فإن كانت تحيض وارتفع حيضها، فإن كان ارتفع حيضها وهي تعلمه، تعلم سبب ارتفاع مثل الرضاع، فإن المؤلف يقول فإنها تنتظر حتى يعود الحيض فتعتد به. ويشكل على هذا أيها الإخوة، الآن في حبوب، عفوا، في إبر منع الحمل شهر وثلاثة أشهر وستة أشهر وسنة، فإذا ضربت المرأة مع زوجها إبرة لمدة سنة على ألا تحمل فإنها لا تحيض، فإن لم يوفق بينه وبينها فإنه يطلقها، فإن بقاء عدتها سنة فيه ضرر عليها وعليه. عليه مثل أن يكون قد تزوج أربع وطلق هذه، فإنه يبقى لا يتزوج الرابع حتى تنتهي عدته، لأنها ما زالت زوجة، أليس كذلك؟ ما زالت زوجة. فهذا مشكل. ولهذا فإن العلماء رحمهم الله قالوا في من ارتفع حيضها ولم تعلم أنها تعتد بسنة، ثلاثة أشهر لأجل من لم تحيض، وتسعة أشهر لأجل الحمل، فتعتد سنة. فقال بعضهم إنه لا تعتد إلا بالاجتهاد، فأقول الأحوط أن تعتد سنة، والإبر الآن منع الحمل ليس يوجد أكثر من سنة فيما أعلم، ولو اعتدت سنة حتى يعلم بعد ذلك نزول الحيض فيكفيها. وأما على القول الثاني فإنها تعتد حتى يرجع الحيض، فكم تعتد؟ سنة وثلاثة وثلاث حيض، سنة وثلاث حيض. وإن اعتدت سنة وثلاث حيض فهو أحوط، لكن لو اعتدت سنة بعد نزول الحيض فإن ذلك إن شاء الله يجزئ، والله أعلم، خاصة أن مثل هذه قضايا يقاس عليها وليس فيها نص معلوم، والله أعلم. ثم قال المؤلف: وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه انتظرت تسعة أشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت بثلاثة أشهر للعدة، وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة. الآن الأطباء يقولون لا يمكن يوجد حمل أكثر من تسعة أشهر، وما تقوله العامة أن عشرة أشهر وغيرها فهذا خطأ من
عدها، وهذا كلام الأطباء، وما يوجد من كلام الفقهاء أن أحدهم ولد وله سن والآخر ولد وله أسنان، وبعضهم جلس في بطن أمه سنتين كما يروى أن مالك بن أنس. فالأطباء الآن ينفون هذا تماما، وهذا الذي يظهر والله أعلم، لأن هذا هو شأن الطب وليس شأن أهل العلم. وابن تيمية رحمه الله عندما جاء إلى مسألة الغرر قال، عندما رأى بعض الفقهاء يقيد من هذا، ما أي هذا غرر وأيها ليس بغرر، قال: وما شأن الغرر بالفقهاء، إنما شأنه شأن أهل الشأن، هذا هم أهل الشأن، فهم أعلم وأدرى بذلك. فعلى هذا فالأطباء هم أعلم الناس بهذا، فإذا قالوا إن الطب لا يثبت أن الحمل لا يزيد على 9 أشهر، فإذا ارتابت بعد انقضاء العدة فإنها تكشف، فإذا ثبت طبيا فإنها حينئذ ليست بحامل، وكلامهم قرينة قوية والله أعلم. وامرأة المفقود يقول المفتى: تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد. هذا الأقرب، أنه على حسب اجتهاد الحاكم. وأما من قال 4 سنوات فهذا قضى بها عمر، ولكنه ليس من باب الفتيا ولكنه من باب القضاء. وعلى هذا فاليوم يعرف، فالعبارة التي خرجت من السعودية إلى مصر وانصدمت وغرق الناس وأتى سمك القرش فأكل كثيرا منهم وبعضهم غرق، هذا لو جلس شهر أو شهرين نجزم أنه هالك، نجزم أنه هالك. وعلى هذا فإذا ذهبت إلى القاضي فحكم القاضي بموته فإنها تعتد بمجرد حكم القاضي بذلك، وحينئذ إذا لم ترفع القضية أمام القاضي فإنه مجرد حكم القاضي تكون تجلس 4 أشهر و10، وهذا ينبغي أن ينظر فيه إلى المصلحة والقرينة. فبعض النساء تكون جاهلة ما ترفع قضيتها إلا بعد سنين، والعبرة بالجزم بانقطاع حياة الزوج، إذا عاد فإنها زوجته، فإن تزوجت بعده فالزوج الأول أحق من الزوج الثاني، وحينئذ يجب على الزوج الثاني ألا يطأ وتعتد به، والزوج الأول يقال له أعط الزوج الثاني مهرها، ها؟ يطلق الثاني خلاص، إذا تنازل خلاص هذا حقه وليس يجب عليه. ثم قال: ولا تجب النفقة إلا، يعني لا تجب النفقة للمفارقة أو المفارقة زوجها إلا للمعتدة الرجعية، لأن الرجعية زوجة، ومعنى الرجعية أن يكون الرجل قد طلق طلقة واحدة وما زالت في عدتها، أو طلقتين وما زالت في عدتها، فإنها زوجة ولا يسقط حقها إلا في القسم وهو المبيت والله أعلم. يقول: أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل، يعني الزوجة إذا طلقها زوجها وهي حامل فإن لها النفقة، نفقة الجنين ونفقة صحتها، وأما إذا وضعت فليس لها النفقة إلا إذا كانت ترضع، إلا إذا كانت ترضع. ثم قال المؤلف: وأما الاستبراء فهو تربص المرأة التي كان سيدها يطأها. الاستبراء ليس فقط هذا، فإن المسلمين إذا فتحوا الفتوح في بلاد الكفار فإن الحاكم إذا رأى أن تسبى نساؤهم وهم بلد من أهل الكتاب فلا يجوز لأحد أن يطأ واحدة منهن إلا بعد أن تستبرئ بحيضة، ولا ينبغي أن يأخذ أحد إلا بإذن الإمام، لأن هذا من السبي، ولا يأخذ أحد شيئا من السبي إلا بعد قسمته. وإذا رأى ولي أمر المسلمين في زمن مثل هذا، وهذه قضايا الآن أصبحت ما حالها، توجد في بطون الكتب وتطوى ولا تروى، الله المستعان.
ثم قال المؤلف: فلا يطأها بعده زوج أو سيد، يعني إذا لم تستبرئ المرأة بحيضة فلا يطأ أحد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. فلا يجوز أن يجتمع ماءان في رحم واحد، والله أعلم. ولهذا قال: حتى تحيض حيضة واحدة، لأن الحيض يعلم منه بقاء، أو عفوا يعلم منه براءة الرحم، وإن لم تكن من ذوات الحيض فإنها تستبرئ بشهر، والله أعلم. مثل المرأة التي بلغت 55 سنة أو 55 سنة فإنها ليس عليها حيض، وكذلك الذي فيها مرض الغدد، فإن المرأة ولو كانت صغيرة فيها مرض الغدد فإنها لا تكاد تحيض في الغالب، أو وضع حملها إذا كانت حاملة. ثم قال المؤلف: باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة. المقصود من هذا الباب أن الإنسان يجب عليه أن ينفق على من تحت يده، إما لقرابة وإما لعقد، إما لقرابة وإما لعقد. أما العقد مثل النكاح، فإن الرجل يجب عليه أن ينفق على زوجته، أن ينفق على زوجته. وإذا كان الرجل يعجز عن نفقة زوجته فبدأت تنفق عليه وقالت: سأرجع عليك بعد الغنى، فلو أنفقت مدة فجاز لها أن ترجع عليه بعد غنى. وهنا مسألة: لو أن المرأة اشترطت على زوجها أن تعمل وقت العقد فرضي، فتزوجت على ذلك، وأحست بنفور زوجها وخشيت من غلواء زواجه، فبدت تعطيه مال، هذا جمس وهذا كذا وهذا كذا وهذه استراحة ترغبه، ثم تزوج عليها، معي؟ فهل لها أن ترجع عليه بما أنفقت، أو أنها داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبتي كالكلب يقي ثم يعود في قيئه؟ الجواب هو مذهب الإمام أحمد، على أن المرأة إذا أعطت زوجها شيئا خوفا من أن يتزوج عليها، فلو تزوج عليها جاز لها أن ترجع بما أعطته. لماذا؟ لأن هذا من باب هبة الثواب، أعطته رغبة أو رهبة، فيجوز لها أن ترجع على زوجها، وهذه الله المستعان إذا ثبت ذا والله مشكلة. طيب، إذا ثبت هذا فهذا العقد. القسم الثاني لقرابة، القرابة قرابة فروع أو قرابة أصول أو قرابة حواشي، ويقصد بالفروع الأبناء أو البنات وإن نزل، والأصول الآباء والأمهات وإن علوا، والحواشي الإخوة بقسميهم لأب أو أشقاء، والأعمام لأب أو لأشقاء، وأبناء الأعمام وبنات العمات، وعلى هذا فقس. أما الفروع فقد اتفق الفقهاء على أن الرجل يجب عليه أن ينفق على ولده الصغير الذي لم يبلغ. قال: يا رسول الله، عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي دينار آخر. قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي دينار آخر. قال: أنفقه على زوجك. قال: عندي دينار آخر. قال: أنت أبصر به. فدل ذلك على أن الولد يجب أن ينفق عليه. وأما إذا بلغ فهل يجب؟ ذهب أبو حنيفة في أحد قوله إلى أنه لا يجب على الأب أن ينفق على ابنه، لأنه قادر أن يتكسب.
إلا إذا كان ذلك يضره، مثل يحتاج إلى النكاح والأب قادر. فإن الراجح والله أعلم هو مذهب أحمد وبعض فقهاء المالكية على أن الأب إذا كان قادرا والابن لا يستطيع أن يعف نفسه لعدم إما لإكمال دراسته وغيره، فإنه يجب على الأب أن يعطيه مهر، والله أعلم. وأما ما زاد على ذلك فلا يجب. وبعض الأبناء يغضب إذا لم يعطه والده سيارة تليق بمقامه، وليس بمقام من مقام من؟ الضمير يرجع إلى من؟ لا، الابن ما يريد، يريد سيارة تليق بمقام والده وليس له، لأن مقامه وشي على حسب، صح، لكنه يريد أن يطلب سيارة تليق بمقام والده، فإن كان غنيا طلب الأكثر، أليس كذلك؟ وهذا لا يجب. وينبغي أن يعلم في مثل هذه المسألة أن الأب يجب عليه أن يعدل بين أولاده في السيارات، فإذا كان ميسورا فإنه يقول أنا أعطي كل واحد كل 5 سنوات سيارة ب100,000، فمن أحب أن يشتري ب100,000 فليفعل، ومن أحب أن يزيد من عندي فليفعل، ومن أحب أن يقل ويأخذ الباقي فليفعل، وهذا أحسن شيء في هذا الأمر. وأما أن يعطي الكبير سيارة فخمة والشخص الثاني سيارة، هذا ليس من العدل، لأن السيارة نوعان، نفقة وعطية. نفقة تليق بحاجاته وهي الصغيرة، هذه نفقة. وأما أن يعطيه سيارة فارهة فهذه ليست نفقة ولكنها عطية، والأصل العدل في العطايا وليس العدل في النفقات. والسيارة نفقة لأن الإنسان يحتاجها فيعطيه إياه، ومثل ذلك الجوال، لأن هذا من باب يخفف على هذا. وإذا أعطى الأبناء سيارات من باب العطايا وليس من باب النفقات وجب أن يعطي بناته بمثل ذلك. وهذا مسألة تخفى على كثير من التجار، يعطي الأبناء ولا يعطي البنات. وإذا قلت له هل أعطيت البنات؟ يقول يوم تزوجت أعطيتها ذهب. هذا لا يكفي، هذا لا يكفي. بنونا، بنو أبنائنا وبناتنا، بنوهن الرجال الأباعد. هذه مشكلة كثير من الناس، لا يعطي البنت خوفا من أن يتنعم بها زوجها، ولا أن تعيش البنت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. إذا ثبت هذا فإني أقول إن كان الابن بالغا فإنه إن كان غير قادر على السيارة فيعطيه سيارة تليق بمقام سائر الناس بقيمتها 70-80، وإن أراد أن يعطيه أكثر من ذلك وهو قادر فإن هذا من باب العطايا، فيجب عليه أن يعدل بين أبنائه فيعطي النفقة قيمتها لمن احتاج، وأما ما زاد فيعطي الآخرين مثل ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم كما ثبت في الصحيحين من حديث النعمان. والعدل بين الأولاد واجب على مذهب الإمام أحمد خلافا لقول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية. وأبو عمر بن عبد البر في التمهيد يقوي هذا القول ويقول لأنهم أجمعوا على أن الأب لو مات ولم يعدل لا يجب على الأبناء أن يعيدوا ما أعطاهم أبوهم، لكن الرسول يقول فإني لا أشهد على جور، ولا الجور هو الظلم والحيف، والله أعلى وأعلم. القسم الثالث أو القسم الثاني من الأقارب الأصول، يجب على الابن أن ينفق على والديه بالمعروف، وهذه مسألة مهمة جدا يا إخوان. يجب على الابن أن ينفق على أمه وعلى أبيه حتى يستغني، وأما أن يعطي الزوجة ولا يعطي الأم بحجة أن الأب غني
في حين أن الأب ربما يكون بخيلا لا يعطي الأم، فيجب على الابن أن يعطي الأم، وهذا ينبغي أن تفطن لهذا، وليس له منة في هذا الأمر. المنة هو أن يقبل والداه عطيته. لماذا؟ لأن الأم تحتاج، فيجب على الأبناء أن ينفقوا عليها، إما أن يجتمعوا فيعطونها شيئا، وأما إذا لم يجتمعوا فيجب على الابن أن يفي بحق أمه عليه، وكذلك الأب. بل قال الفقهاء رحمهم الله: لو أن الأب احتاج إلى أن يتزوج وليس عنده من المال، وجب على ابنه أن يزوجه، وجب على ابنه أن يزوجه. وهذا مهم جدا في هذه المسألة. إذا ثبت هذا فإن بقاء الأم عند ابنها الكبير ليس معناها أنها لا تحتاج، ويظن الابن أنه إذا قال أمه تريدين شيئا يا أمي أنه أبرى ذمته. لا، إذا كان يعلم أن الأم ليس عندها راتب وليس عندها زوج فيجب عليه أن ينفق عليها ولو كل شهر، لأن الأم يأتيها الصغير والكبير والذكر والأنثى والأم والبنات، وكل واحد يشتكي حاله معها، فهي لا تستطيع أن تعطي إلا بما يعطيه أولادها معها. طيب، القسم الثالث: إذا كان على الابن دين هل يجب على الأب أن يسدد دين ابنه من باب النفقة؟ إن كان الدين ناشئا لنفقة الابن الضرورية فيجب على الأب إذا كان قادرا أن يسدد دين ابنه، لأن ذلك من باب النفقة. وإن كان الدين ناشئا من باب الاستثمار والنماء فلا يجب على الأب، إلا إذا عاد على الابن بالهلكة. المسألة الأخرى: هل يجوز للأب أن يقرض أحد أبنائه دون الآخرين؟ أقول: لم أجد كلاما للفقهاء في هذه المسألة، لكن الواقع المعاصر يقول إن إعطاء الأب قرضا لأحد أبنائه دون الآخرين فيه نوع من المحاباة. ابن يقول لأبيه أعطني قرض 5 مليون أو مليون ويتاجر، وبعد 6 شهور يرجعها لأبيه، كسب هو 2 مليون، هذا أعظم من النفقة 50,000، أليس كذلك ولا لا؟ إذا أعطى أو من العطية يعطيه عطية 50,000 ويعطي الابن 5 مليون، يقول قرض ترد عليه بعد سنة، نقول لا، هذا من العطايا، فلا بد أن يتفطن لمثل هذا الأمر. وهل لو أعطى أحد أبنائه مالا ليتجر به والربح بينهما هل يلزم العدل؟ الجواب: لا يلزم العدل هنا. لماذا؟ لأن هذا المال عاد على الابن وعاد على الأب بالنفع، والأب إنما ينظر إلى المصلحة، فمصلحته نماء ماله، فسواء كان مع الابن أو مع سائر الناس. ولما كان مع الابن الذي يحفظ مال والده من باب أولى، والله أعلم. إذا ثبت هذا فإن الزوج ينفق على زوجته بالمعروف، لينفق ذو سعة من سعته. ومعنى ذو سعة من سعته يعني هل ينظر إلى حق الزوجة ومقامها أم حق الزوج؟ نقول هناك أحاديث أو أدلة تؤيد هذا وأدلة تؤيد هذا. فمن قال أن الزوج ينفق على حسب حاله، قال لقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، ومن قال أنه يعطي الزوجة على حسب مقامها، قال لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث هند بنت عتبة: خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف. فإذا كانت بنت أحد التجار وتزوجها طالب فينفق عليها على حسب مقامها أو على حسب مقامه، والله مشكلة، صح؟ قال بعض الفقهاء ينفق عليها على حسب مقامها، وقال بعض الفقهاء ينفق على حسب مقامه،
والراجح أنه ينظر إلى الأمرين، إن كان مقامه يسع فيعطيها بالمعروف، وإذا كان يضره فإنها لا تأخذ أكثر مما هو عنده، والله أعلم. والنفقة واجبة بإجماع الفقهاء، وهل النفقة واجبة بمجرد العقد أم بمجرد التمكين من الاستمتاع؟ أيوة، بعض الفقهاء قال إنه بمجرد التمكين من الاستمتاع كما هو مذهب ابن حزم وقول عند الشافعي، وهذا مشكل، يعني لو أن المرأة مريضة فيها حصبة فلا ينفق عليها. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يستمتع بها، وهذا قول ليس بصحيح. والصحيح هو أن ينفق عليها بأمرين: بالعقد مع إمكانية الاستمتاع. لماذا قلنا ذلك؟ لأن الرجل أحيانا يعقد على المرأة وتقول بشرط أنك ما تدخل علي إلا السنة القادمة. من الذي منع الزوج من استمتاع المرأة؟ من هو؟ الزوجة. فعلى هذا فلو عقد عليها فلا ينفق عليها، لأنها لم تمكنه من الاستمتاع. فإذا مكنته من الاستمتاع ولو كان فيها ضرر فإنه يجب على الزوج أن ينفق عليها لوجود العقد. هذا هو مذهب الحنابلة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم قال المؤلف: وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروع الفقراء إن كان غنيا، وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب. أيوة، هذه المسألة الأخرى وهي القرابة، قلنا الأصول والفروع والحواشي، هل يجب على الإنسان أن ينفق على أخيه أو على أخته؟ الحنابلة وتبعهم الحنيفية في بعض أقوال قالوا: إن كان الأخ يرث أخاه بفرض أو تعصيب فيجب عليه أن ينفق عليه، وإن كان لا يرثه، مثل أن أخاه عنده أولاد يرثه، لا، فإنه حينئذ يجوز أن ينفق، يجوز أن يعطيه من الزكاة ولا يجب أن ينفق عليه. وإن كان يرثه فيحرم عليه أن يعطيه من الزكاة، وأيضا يجب عليه أن ينفق عليه. هذا مذهب الحنابلة والحنفية وإحدى قولي الشافعية. والقول الثاني في المسألة وهو قول مالك وإحدى قولي الشافعي ورواية عند الإمام أحمد، قالوا إن الأخ لا يجب عليه أن ينفق على أخيه سواء كان يرثه أو لم يرثه، لأنه لا يجب عليه، لأن النفقة مال، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ولا دليل على ذلك. فإن قالوا يقول الله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، فدل ذلك على أن الوارث وهو من يرث صاحبه بفرض أو تعصيب عليه النفقة، كما استدل بذلك الحنابلة والحنفية. أجاب الإمام القرطبي في جامع القرآن أو جامع أحكام القرآن، قال: قوله تعالى وعلى الوارث، الواو تعود إلى أقرب مذكور. ما هو أقرب مذكور؟ ما هو أقرب مذكور؟ ها؟ لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فأقرب مذكور هو أن الوارث لا يضار كما أن الزوج لا يضار. أما الحنابلة فإنهم أرجعوها إلى أول الآية، ما هي؟ لا، إيش؟ أي والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. قالوا إنه يرجع إلى هذا. والصحيح مذهب مالك أن الأخ له أن ينفق على أخيه، وله أن لا ينفق، وله أن يعطيها من الزكاة طيبة بذلك نفسه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذا هو الراجح. ثم قال المؤلف: وفي الحديث: للمملوك طعامه وكسوته لا يكلف من العمل إلا ما يطيق. ثم قال: وإن طلب التزوج زوجه وجوبا، زوجه يعني طلب
المملوك أن يتزوج، وكذلك طلب الابن أن يتزوج على الراجح وهو لا يستطيع أن ينفق على نفسه، أو طلب الأب أن يتزوج زوجه. وعلى الإنسان أن يقيت بهائمه طعاما وشرابا ولا يكلفها ما يضيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتهم. ومن المعلوم أن الرجل لا يجوز له أن يضر البهيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن دخل حائطا للأنصار فجاء جمل حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه بجانب صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يهدهده ثم قال: من صاحب هذا الجمل؟ من صاحب هذا الجمل؟ فقام فتى من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. قال: شكى إلي هذا الجمل أنك تجيعه وتؤدبه، يعني تتعبه. وهذا يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يشق على البهيمة، لا يجوز للإنسان أن يشق على البهيمة. طيب، السؤال يسألون أصحاب الخيول، يقولون: إذا أراد الحصان أن ينزو على الفرس، فهل منعه من ذلك يأثم أم لا؟ واضح يا أخوان؟ وإذا أراد الكبش أن ينزو، هل يأثم أم لا؟ لأنه من المعلوم أن نزو البهيمة يضر اللحم ويضر السرعة والقوة. فالجواب على هذا: إن ذلك لا بأس به، ودليله أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنهم كانوا يجيعون الإبل لأجل السرعة. قال: سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيل التي قد ضمرت، ومعنى ضمرت جوعت ودؤبت حتى تعمل، فإذا كان ذلك لنفع الدابة التي خلق لأجلها جاز، وأما إن كان لنفع لضرر الدابة التي لم تخلق لذلك فلا يجوز. ومن ذلك الركوب على البقر، هل هي خلقت لذلك؟ لا. أما الحرث فيجوز، إنما خلقت للحرث والدر كما جاء ذلك في الصحيحين. ثم قال المؤلف: والحضانة. الحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه، هذا معنى الحضانة، وهي واجبة على من تجب عليه النفقة. يجب على الإنسان أن يحضن ابنه أو قريبه، وأما إذا حصل التنازع فإن الأحق بذلك الأم ثم الأب. ثم ماذا؟ أيوة، اختلف العلماء في هذه المسألة. يقول ابن القيم: أشكلت علي فسألت شيخنا، والشيخ ابن سعدي أيضا أشكل علي هذه المسألة لأنه ليس فيها نص. وهذا مبني على أن الحضانة هل هي حق للحاضن أم هي حق للمحظون؟ واضح المسألة؟ الحاضن من هو؟ الأم أو الأب أو القريب الذي سوف يرعى، والمحظون هو الطفل الأقرب. والله أعلم أن الحضانة حق للمحظون، حق إيش؟ للمحظون. فإذا كان الأم لا تستطيع أن تربي ابنها ولو لم تكن متزوجة فإنها ليس لها حق، لأن الرسول يقول لها: أنت أحق به ما لم تنكحي. فدل ذلك على أن الزوج له حق، لكن الأم أحق لأنها ترعى الطفل. لما تزوجت فإنها تكون إيش؟ مشغولة لمصلحة نفسها. فإذا كانت يسقط حقها حينما تكون مشغولة لحق نفسها، فإن سقوط حقها حينما تكون مشغولة لحق وليها أو موليها من باب إيش؟ أولى. جاء رجل يشتكي امرأته بعد أن طلقها إلى ابن عمره 7 سنوات. انظروا إلى الفقه. فقال القاضي عندما وضعه، لأنه جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يخير ابن 7، وهذا يخير حينما يعلم
أو لا يعلم أي الحقين أقرب، وأما إذا علم فلا يخير على الصحيح. ومما يدل على ذلك أن بعض القضاة كما ذكر ذلك ابن القيم قال: جاء رجل ومعه صبيه وزوجته الطليقة، فقال القاضي: وضع الأب من جهة ووضع الأم من جهة، وقال للصبي: إلى أيهما تذهب؟ اذهب إلى أحدهما. فذهب الصبي ابن 7 سنين إلى من؟ إلى أبيه. ففرح الأب، فقالت الأم وكانت حصيفة: أيها القاضي رحمك الله، سل ابني لما ذهب مع أبيه، سله وراء ذهب مع أبيه. بعض الأباء الأبناء يحب يروح مع والده لأجل يوديه للملاهي، يوديه للألعاب، يعطيه هدايا بس، فتتعلق نفس الصبي بهذا. فقالت الأم للقاضي: سله رحمك الله لما ذهب إلى أبيه. فقال القاضي: يا بني لما ذهبت إلى أبيك؟ قال: لأن أمي تذهبني إلى الكتاب وإلى المسجد، ووالدي يأمرني أن ألعب مع الصبيان. شفت الفقه؟ قال: فقضى القاضي إلى أن يرجعه إلى أمه. إذن الفقه أن ينظر إلى حق المحظون. أحيانا الأم غير متزوجة لكنها ولاجة خراجة، وربما جاءت إلى القاضي ولبسها ليس بذاك، فينبغي أن يكون القاضي حصيفا فيتثبت لهذا. فلربما عودت المرأة الأم ابنها أو بنتها على عدم المبالاة بالحجاب، فينبغي أن ينظر إلى حق من؟ المحظون. وإذا ثبت هذا فكل إنسان على حسب مرتبته، فإذا تساوت الدرجة فالأنثى أولى بالذكر لأنها ترعاه. وعلى هذا فإذا تزوجت المرأة وتزوج الرجل ثم أراد الرجل أن يأخذ بنته أو ابنه من المرأة المتزوجة، فينظر القاضي فلربما أخذه وعذبته امرأة أبيه، وهذا واقع مع الأسف الشديد. وبعض القضاة ينظر إلى جمود النص فيظن أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي أنه أسقط حق الأب مطلقا. لا، الرسول قال أنت أحق، ولم يقل أنت لك الحق. لا، أحق دليل على أن غيرها له حق. وعلى هذا فينظر إلى حق المحظون، والله أعلم. وعلى هذا فيقدم في الحضانة الأقرب لحق المحظون، فإن تساوى من جهة الأب الأم قدمت الأنثى منهن، والله أعلم. ثم قال المؤلف: فإذا بلغ 7 فإن كان ذكرا خير بين أبويه، ابن 7 سنين يخير بين أبويه، وهذا كما قلت بشرط أن ألا يعلم القاضي مصلحة أكثر من هذا، لأن الابن إذا كان يخير دليل على أن راحة باله واطمئنان ضميره مطلب، فإذا كان راحة باله فيما يعود عليه الضرر شرعا فلا، والله أعلم. يقول: فكان مع من اختار، وإن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها. أحيانا البنت لا تصلح أن تكون مع أمها ولا تصلح أن تكون مع أبيها، فتكون مع خالتها، أليس كذلك؟ فينظر إلى المصلحة في هذا الأمر، والله أعلم. ومن المأساة التي أسمعها ويتصلون علي بنات وأولاد أن الأب حينما تطلب المرأة منه الزواج أو تسوء العشرة بينهما تجد أن الضحية هم الأولاد، فتجد أن الأب يقول لأبنائه وبناته: انظروا أمكم صنعت وصنعت، والأم تصنع ذلك. فينشأ الطفل لا يستطيع، لأن قلبه غض
لا يستطيع أن يميل إلى الأم ولا يستطيع أن يميل إلى الأب، فكأنه جعل حبل بيد الأب وحبل بيد الأم مربوط وسطه بقلب الطفل، فأي واحد منهم شد وكان العصارة على قلب هذا الطفل. ومن المعلوم أن أكثر قضايا الإجرام بسبب مثل هذه القضايا، لأن الإبن أحياناً ينتقم من الأب، وربما صنع شيئاً يضر بسمعته لأجل أن يضر والده، أو أن البنت تسيء مثل ذلك لتضر بأمها وأبيها. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، لعل في هذا كفاية. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعذراً أيها الإخوة للإطالة، ولعلكم تعذروني عن قراءة هذه الأسئلة، والله أعلم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.